منقول بصلاتنا الصلاة اللي علمنا إياها يسوع: أبانا الذي في السماوات. وقت نقول أبانا يعني بشكل مباشر بيروح فكرنا ومشاعرنا على الآب، أبانا الذي في السماوات. بس بكلمة الآب في هيك شغلتين حلوين كتير. أول شغلة، كلمة الآب هي من اللغة السريانية يلي بتعني الأصل، وأكيد الآب هو الأصل. الحقيقة الثانية يلي بتفرح القلب هي كون هالأصل هو بي. من هيك يسوع علمنا نقول أبانا الذي في السماوات، يعني نروح للأصل، وهالأصل هو البي يلي بيضبنا كلنا تحت جوانحه، ويلي كلنا حبه بيدفق علينا وبيملينا وبيعطي قيمة ومعنى لحياتنا. ومن وقتها ما اكتشفنا انه الله هو الاب هو البي، الابوة بطلت شغلة سنوية فيها تكون وفيها ما تكون. لما نقول ابوة يعني نقول امومة. بس انا مع العم يعقوب، يعقوب طنوس اللي نحن ببيته بحلتة البترون، حبيت انا بقلبي من كل قلبي وقف عند الابوة. ليه؟ لأنه يعني بأيام حياتي الطويلة مرق كتير على قلبي وعلى راسي أشخاص انحرموا من بيّن. أول شيء إما بالسفر، إما بالموت، إما ما بيعرفوا مين، يعني في ناس كتير ما بتعرف لعدة أسباب مش وقت نبحث عنها. بس كتير موضوع غالي على قلبي نفكر فيه أنا وياكم عن الأبوة. هلأ عم يعقوب عمره 89 سنة، وهو يعني بيجسد صورة البي، البي البشري يلي نيال يلي تنعموا بهالأبوة نيالهم. كنت عم أقول أنه في ناس ما تنعموا بهالأبوة رغم انه البي بيكون حاضر، رغم انه البي بيكون مش ميت. بس لانه الابوه هي مش فعل بس انه الواحد صار عنده ولد وامن له الاكل وامن له درس بالجامعه او بالمدرسه، لانه الابوه هي اساس لكل شاب يعني ولكل بنت، من خلال ابوه والدهم شو بيوصلهم وشو شو بيجمع فيهم. من هيك حبيت وقف عند هالحقيقة وعلي صوتي، خليني أقول بدي علي صوتي قدام كل الأشخاص يلي هن مفترض يكونوا بيات، لأنه هن حقيقة بيات بالجسد، عندهم أولاد بس مش قادرين يعطوا اللي لازم يعطوه لأولادهم. يعني إذا البي حاضر أو مش حاضر مش هي ذاتها، وعم بحكي عن حضور مش عن وجود. يعني وقت اللي البي حاضر يعني انت عم تخلق انسان، عم تساهم مثل ما خلقته ساهمت مع الله بالخلق، بس كمان انت عم تبني انسان اخر في كل مقومات الحياة. والرجولية اللي هي مش مرتبطة بحالة من الحالات البشرية، حالة انه الواحد يقدر يخلف اولاد. الابوة هي بتطال كل الشخص، كل الشخص يلي طلعوا، كل يعني الشخص يلي طلع من صلب البي. يعني شو بدي اقول، يعني شو دور البي بحياة ابنه وشو مش دوره بحياة ابنه. لما الصبي الولد يعني الذكر بفتح عيني على بيه قدامه، ببلش ينسخ بيه، ببلش يعرف كيف بده يكون ذكر من خلال حضور بيو حده. بيتعلم المسؤولية، بيتعلم قيمة الأشياء، بيتعلم القوة، بيتعلم المواجهة، كتير مهارات بيتعلمها من بيو. هذه معروفة ودايما البيات بيشوفوا أولادهم كيف عم بيقلدون، بيقولوا لي طلع أبونا ليك هذا الصبي كيف بيقلدني، كيف بيعمل مثلي، بيقف مثلي، بيتحرك مثل ما أنا بتحرك.
حتى بيحب الاشياء اللي انا بحبها، كتير حلو عظيم. وهيدا معناتها انه هالولد ماشي باتجاه صحيح، ماشي رايح بالاتجاه الصح، يعني عملية نموه الانساني رايحة باتجاه صح. من هيك غياب البي بيخلق مشكلة، لانه الدور البي مش بس يجيب اكل ويجيب تياب ويجيب مصاري ونتبردخ، نتبردخ يعني نعيش على ريحتنا ومثل ما بدنا. لا، دور البي هو العمود الأساسي بحياة الولد، إن كان ذكر أو أنثى. إذا بتطلع بشوف كل اللي انحرفوا بحياتهم، وعم بحكي عن خبرة، كل اللي انحرفوا بحياتهم هن أشخاص كان بيهم ناقص، كل يلي تعثروا بحياتهم كان بيهم ناقص. رح أحكي من ناحية الأبوة، بحكي بعدين عن الأمومة. بس كل مرة في حدا مخلوق، في إنسان تعثر بحياته ولدرجة الفشل، دغري بتسأل ونو بيو، شو علاقته ببيو، شو علاقة أمه ببيو، شو علاقة بيو بأمه. لو كان بيقدر الواحد يصير بكل ما للكلمة من معنى رجل أو إنسان كامل، كان من حب الدواء بيقدر يخلق الإنسان. بس لأنه كل واحد منا بيحتاج لبيه والأمه تيكون إنسان كامل، من هون أهمية أهمية الأبوة، الأبوة المسؤولة، يعني أبوة البي لأولاده. يعني في شيء كمان اسمه الأمان، يعني ما بيقدر الواحد يعيش الأمان الداخلي تيقدر ينطلق بالحياة وينجح إذا كان البي مش حاضر، إذا كان مش مسنود ببيو. كل ولد بينطلق بالحياة لأنه كان مسنود ببيو. يعني شو يعني بيو؟ يعني بيو خلفه، يعني أطلقه للحياة مش حبسه عنده. من هيك كل خلل بالعلاقة بين البي وولاده هو خلل، وبعدين يتوارث من جيل لجيل إلى أن يجي شيء أو ظرف أو شخص أو حقيقة ترجع تكسر هالسلسلة يلي بتقود من جيل لجيل بالخلل. الأبوة مش صدفة، مش صدفة كل واحد منا بيصير بي. من هيك قبل الزواج ومن هيك بكل ظرف بده الواحد يعمل لحاله تدريب قديش هو قادر يكون بي، انطلاعاً من صورة بيه اللي براسه. بس لما بيكون في يعني في خلل أو في عدم وضوح بصورة البي، بده يشوف كل حدا منا كيف بده يشتغل تا يصلح هالعطل وهالعطب بشخصيته نتيجة غياب البي أو تسلط البي. هو صاحب سلطة، بس مريت في بيات لسبب ما، لسبب يرجع لطفولتهم، صاروا متسلطين مش أصحاب سلطة، دمروا أولادهم. ومريت في بيات منهم أصحاب سلطة، بيكون موجودين بجسمهم بس ما عندهم سلطة. والسلطة يعني أنا بطمن بالي، أنا في حدا مسنود فيه، هذا صاحب سلطة، في عندي مرجع أنا برجع له، في عندي حدا محتمي فيه تكون أنا وعم بكبر، بكون بعد عودي طري أنا وعم بكبر، أنا بيكون بيي هو صمام أمان لإلي تعودي، يعني تشخصيتي تنضج وتكبر وصير قادر انطلق بالحياة مثل ما انطلق بيي. من هيك أحبائي اللي عم بتشوفوا وعم تسمعوا، أرجوكم أنه نفكر بهيدي النقطة اللي ما في بديل لإلها. ما في إنسان متوازن وناضج إلا ما في وراء بي ناضج وأم ناضجة. الإنسان من لما الله خلقه، خلقه بيقول ذكرا وأنثى خلقهما، لأنه هود العنصرين بيعملوا إنسان، مش واحد بس بيعمل إنسان. إنه لأنه صبي، لأنه ذكر يعني أمه مش لزوم، ما فيش لقى لزوم، بس الصبي بيعوز بيه أو الولد الذكر بيعوز بيه. هذه وصية أرجوكم إنه تنتبهوا عليها، وكلنا ننتبه عليها، لأنه أساسية بحياة الشخص يلي عم بيطل على الحياة وحاجته لإلها من أول ما بيخلق لعمر 5 سنين، وتينطلق بعدين بشكل يقدر يفرح فيها مثل ما
يوسف فرحان ببيو يعقوب، ومثل ما كل واحد منا فرحان ببيو يلي عطاه الحياة وعم بيعيش الحياة بملأة. أنا بشكرك عمو يعقوب. كل الأخبار هيدي عم تحكيها عم تخبرني إياها أنا يعني؟ لا عم بخبر عنك، عم خبر عنك. شكرا، إلى اللقاء بالحلقة الجاية إن الله راد. خلينا هيك.